نحن نواصل مع الموجة المفتوحة لقناة هلا وموقع بانيت، وضيفنا القادم هو أوفير جندلمان، هو الناطق بلسان رئيس الحكومة ومكتب رئيس الحكومة باللغة العربية. مساء الخير أوفير. مساء نور، يا هلا أوفير. ما هي آخر الأخبار، آخر بيان صدر عن رئيس الحكومة؟ وأنت يعني بتوافينا بالكثير من البيانات، ما هو أهم شيء آخر بيان يعني من ناحية الوقت صدر عن رئيس الحكومة، مكتب رئيس الحكومة؟ أهم شيء هو طبعا بأنه قواتنا تحاصر منزل يحيى السنوار، يعني قواتنا تعمل في كل مكان في قطاع غزة، في الشمال وفي الجنوب. تمت محاصرة خان يونس، تم محاصرة جباليا وشجعية في شمال القطاع، والقوات تتقدم نحو تحقيق الهدف وهو تدمير حماس. حتى الآن تم قتل أكثر من 6000 إرهابي ينتمي لحماس، تم تدمير المئات من الأنفاق، تم ضبط المئات من الصواريخ، تم أمس ضبط عشرات الصواريخ الثقيلة بعيدة المدى التي كان يمكن لحماس أن تطلقها على وسط البلاد، ولكن ضبطها طبعا أنقذ حياة الكثير من المواطنين في طرفنا. ونحن نضرب حماس يوما تلو الآخر حتى أن يتم تدمير هذا التنظيم الإرهابي، وهذا سيحدث، يعني تدمير حماس وأمر حتمي لا محالة. هذا على الصعيد العسكري وسنعود إليه في سياق هذه المقابلة، ولكن على الصعيد السياسي ما هي آخر الأخبار المتعلقة بالجانب السياسي؟ هل هنالك ما هي آخر الأخبار المتعلقة مثلا باتصالات الولايات المتحدة مع إسرائيل، مع رئيس الحكومة ومع الوزراء الآخرين بشكل عام؟ نعم، يعني هناك اتصالات مستمرة مع البيت الأبيض، وهناك دعم كامل لموقف إسرائيل في هذه الحرب، ورئيس الوزراء أيضا يتحدث مع جهات دولية أخرى، وتحدث أمس مع رئيسة الصليب الأحمر مطالبا إياها بتدبير زيارات لمختطفين من قبل ممثلي الصليب الأحمر. كما تعلم حماس ترفض أن تسمح لهذه المنظمة الإنسانية بزيارة المختطفين، ولذا نحن نقوم بجهود حثيثة من أجل السماح لهذه المنظمة بزيارة المختطفين. طبعا احتجاز أطفال رضا ومسنين ونساء ورجال يخالف الأعراف الدولية، يخالف الأخلاق الإسلامية، وهذا هو دليل آخر على همجية حماس. نحن لسنا طبعا بحاجة إلى أدلة من هذا القبيل، لأن شاهدنا طبعا مجازر 7 أكتوبر، ولكن نحن نعمل مع المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغوط على حماس لكي تفرج عن المختطفين ولكي تسمح للصليب الأحمر بزيارتهم. وأقول لك شيئا آخر، يعني الوسيلة الأقوى للإفراج عن المختطفين هو مواصلة العملية العسكرية، والضغوطات العسكرية الهائلة التي مارسناها على حماس هي ما أدت إلى الإفراج عن أكثر من 100 مختطف إسرائيلي في الدفعات السابقة، ولذا هذه العملية مستمرة حتى تحقيق أهداف الحرب 3، وهي القضاء على حماس والإفراج عن جميع المختطفين والضمان بأن غزة لن تشكل أبدا أي تهديد علينا. بالموضوع نفسه أوفير جندلمان، هناك من أهالي المحتجزين أو المختطفين الإسرائيليين في غزة، هناك من أهالي من يقول أنه ينبغي أن يقف وقف إطلاق النار فورا وإعادة المحجوزين المختطفين وبعدين معالجة موضوع حماس في غزة. شو مكتب رئيس الحكومة برفض هذا الإشي، برفض هذا المنطق؟ للأسف حماس ليست مستعدة للإفراج عنه، وما عدا حماس إلى الإفراج عن الدفعات السابقة كان استمرار العملية العسكرية. نحن طبعا نريد أن تتم إعادة جميع المختطفين، يعني كل إسرائيلي يريد ذلك، وأود أن أذكر في هذا السياق بأنه تم اختطاف ليس فقط إسرائيليين يهود بل أيضا إسرائيليين عرب، إسرائيليين بدو من النقب. فنحن في نفس الخندق في هذا المجال، كما نحن في نفس الخندق دائما. يعني حماس استهدفت إسرائيليين بغض النظر عن ديانتهم، هي قتلت نساء عربيات مسلمات ملتزمات، هي اختطفت شباب بدو، تم الإفراج عن شاب بدوي وعن شقيقته الأسبوع الماضي. نحن نعلم بأن حماس هي تهديد كبير ليس فقط علينا بل أيضا على سكان قطاع غزة الذين باتوا يشتكون من حماس ومن تصرفاتها الهمجية. نحن نرى بأن الغزيين فقدوا خوفهم
من حماس، وهذا هو دليل كبير جدا على أن حماس تفقد وتخسر الشارع الغزي، لأنه في نهاية المطاف إذا كان هناك أي أمل لغزة فهذا الأمل سوف يتحقق فقط بعد القضاء على حماس، يعني تدمير حماس ومصلحة إسرائيلية وأيضا مصلحة غزوية، لأنه بعد القضاء على حماس لن يكون هناك أي تنظيم إرهابي يستطيع أن يعرقل إعادة إعمار القطاع، لا يستطيع أن يسرق المساعدات الدولية والمساعدات الإنسانية، وعندئذ سينعم المواطن الغزي بحياة كريمة وآمنة ومستقرة ومزدهرة إن شاء الله. بالنسبة للجمهور العربي داخل الخط الأخضر مواطني دولة إسرائيل، كان هناك أكثر من تطرق، أكثر من بيان تعلق بهم، أعتقد بيني غانتس حكي عن الموضوع وآخرين، أعتقد كمان بمرحلة معينة بإحدى التصريحات كمان نتنياهو تطرق للجمهور العربي داخل دولة إسرائيل، ماذا تقول أنت أوفير جندلمان وأنت الناطق بلسان رئيس الحكومة باللغة العربية؟ أقول إننا مواطنون مع بعض في نفس الدولة، ونحن نواجه نفس الصعوبات ونفس التحديات، وهذه الحرب هي تهديد علينا جميعا، يعني تم إطلاق صواريخ ليس فقط على البلدات اليهودية ولكن أيضا على بلدات عربية، ناهيك عن ما يحدث في الشمال، وإذا اندلع هناك تسعير طبعا ستكون لذلك تداعيات، ولكن أعتقد بأننا متحدين أكثر من أي وقت مضى، يعني شاهدت استطلاعات رأي تشير إلى أن الأغلبية الساحقة من الجمهور العربي في البلاد تدعم هذه الحرب، لأنهم يعني شهدوا عن كثب المجازر والفضائح التي ارتكبتها حماس في الصعبة من أكتوبر، وأعتقد بأن يجب علينا أن نفهم بأن هذا هو تهديد علينا جميعا، على اليهود وعلى العرب، في نهاية المطاف كلنا إسرائيليون، كنا نعيش في هذه الدولة، ولذا يجب أن نعمل معا من أجل يعني توفير ظروف لحياة أفضل في نهاية هذه الحرب. عمليا بتعرف الحرب بشيء مكروه، ما حدا بحب الحرب، بس في كثير أصوات أو آراء في المجتمع العربي اللي بتقول بالمعنى يعني في نهاية لهذا الحرب، المفروض أنه يعني الناس كمان يفكروا مش شرط التشاؤم كمان التفاؤل، بتقدر كناطق بلسان رئيس الحكومة ومكتب رئيس الحكومة باللغة العربية، هل تقدرون موعد لانتهاء الحرب أوفير جندلمان؟ مع انتهاء الحرب طبعا الأوضاع سوف تتحسن كثيرا، أولا ستتم إزالة التهديد الأكبر على حدودنا الجنوبية، وقطاع غزة لم يعد يكون تهديدا علينا، هذا طبعا له تأثير مباشر على الحياة في الجنوب، ولكن لهذا أيضا تداعيات على الأوضاع في الشمال، لأن كما تعلم تم إجلاء عشرات الألوف من المواطنين في البلدات المتاخمة للحدود الشمالية بمن فيهم يهود وعرب، وهذه الرسالة التي طبعا تضوي في قطاع غزة تضوي أيضا في بيروت وفي الجنوب اللبناني، والكثير من اللبنانيين لا يريدون الحرب، وإذا ساد هناك الهدوء على الحدود الشمالية فهذا هو جيد، لكن طبعا يجب أن نجد إمكانية لعودة السكان من هذه البلدات إلى بيوتهم، لأنه طبعا لا يمكن تحمل هذا الوضع لمدة طويلة. أوفير، كان اليوم أنا شفت وسائل إعلام من دول عربية بيحكوا عن مقتل صحفي لبناني على يد الجيش الإسرائيلي، وإسرائيل نفسها قدمت نوع من الاعتذار لأنها أعلنت أنه هي ما عملت الإشي متعمد، شو رأيك في هاي القضية وأنت قريب للصحافة؟ أعتقد بأن الخطير في الطرف اللبناني هو جندي انتمى للجيش اللبناني، فهو لم يكن مستهدفا، نحن نستهدف فقط مواقع وخلايا تابعة لحزب الله، وكل يوم نحن نرى تصعيدا آخر من قبل هذا التنظيم الإرهابي الموالي لإيران والمعادي للبنان واللبنانيين، ونحن نضرب مصادر إيران في الطرف اللبناني، نضرب البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله داخل العمق اللبناني، والقوة العسكرية الإسرائيلية واضحة تماما لهذا التنظيم الإرهابي، نحن قادرون لخوض الحرب على أكثر من جبهة، يعني ليس صحيحا بأن معظم الجيش موجود في قطاع غزة، ليس صحيحا على الإطلاق، فهناك قوات كبيرة أيضا منتشرة على الحدود الشمالية وهي مستعدة لأي سيناريو ولأي تصعيد.
اليوم أعلن عن صفارات إنذار كمان أعتقد في إيلات بسبب صاروخ من الحوثيين، تقدر تتطرق للموضوع أوفير جندلمان؟ تم إطلاق حتى الآن عدد من الصواريخ والمسيرات باتجاه أراضينا في الجنوب، ولكن تم اعتراض جميعها فوق البحر الأحمر بعيدا عن حدودنا. يعني لنا دفاعات صاروخية فعالة جدا، وهي تستطيع أن تسقط هذه التهديدات بعيدا عن أراضينا. وبالتالي فيما يتعلق بالتهديد الحوثي فهو تهديد إقليمي وليس تهديد إسرائيلي فحسب، ولذا توجد جهود لحشد قوات دولية تعمل ضد هذا التهديد بقيادة الولايات المتحدة. الكل يعلم بأن هذا تهديد الحوثي على خطوط الملاحة الدولية هو طبعا أمر مرفوض ويجب التعامل معه، ولذا هناك كما قلت جهود دولية من أجل التصدي لهذا التهديد. أوفير جندلمان الناطق بلسان رئيس الحكومة الإعلام العربي، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. الآن نكون مع فاصل مرة أخرى، بعده سنواصل إجراء مقابلات مع شخصيات من مختلف الأطراف بمختلف الآراء يمثلون مختلف الاتجاهات. كونوا معنا بعد الفاصل.